شخص نازل من مدينة إلى مدينة وبالطريق طلع علينا لصوص. يمكن نسعى كان يطلعون علينا لصوص بالطريق. مش كنا نسوي؟ نتكل على الله. نتكل على الله. بس على ما خلصنا. فأنت شخص سيلة في 3 أشخاص. فاتوا 3 أشخاص من هذا الجريد. من هذا الشبه ميت. 3 أشخاص فاتوا من يمه. أول شخص منه كان؟ بس كان هنا. ثاني شخص منه كان لاوي، معناتها لاوي شماس، خدمة الشماسية. ثاني شخص رندا كان هنا شماس. ايه، وثالث شخص ماني خوش السامري. السامري الصالح. انتظر، اذا نجي على الكاهن، الكاهن يمكن كان ماسك كتبه وده يطلع ويروح يكمل خدمته. طالع ده يمشي ده يمشي ووصل المكان، شاف هذا الجريد مطف بينه وعبر. ليش؟ كان يوم الاحد؟ عادة اليهود. عادة اليهود. عادة اليهود، أكيد عادة اليهود، بس ما هي واو عادة اليهود. غير سبب بعد. لقيح. لا دام طهرة، دام طهرة يعني لا كلين. النظافة، الطهارة. نظافة حتى لا يتنجس بهذا الشخص. رأسا السوى إذا شخص واقع هوني من بعيد مشوا ومدى هكذا مشوا وراه. خاف حتى النظر خاف يتنجس منه. شماس أجا إنما كان شوية كان قاسي القلب مو نبي. ثروتنا قاشة وشماشة. لا شماشة ثيلة كذا ما ولا شماشة ثيلة حملة غزيلة. حنا لبح خقصة خقصة حنا لبح حان شوية قلبه باع شوية وراح. هم نريد يكمل خدمته. اجى عدوه هذا الشخص يهودي وجا سامري، واليهود والسامرة ما يتكلمون مع بعض. اجى عدوه هذا السامري، أول ما شافه ركض عليه وكمل خدمته وساعده. رسالة عندنا كلنا احنا اليوم. ما اقول ايه صار وقت القداس لازم اروح للقداس، مهما يكون اشوف مريض بالطريق، اشوف جريح بالطريق، اشوف انسان واقع بالطريق، ما اساعده ما قداسه كامل. هذا مو قداس، هذا مو صلاة. الصلاة ان تعين شخص محتاج، تساعده، تقف معانا. فهذه هي صلاتنا. الصلاة وحدها لا تكفي، لكن صلاة وعمل. لازم اثنيناتهم يكونون سوا حتى نقدر نكمل إرادة الله في حياتنا. للأسف انفقدت هاي الأشياء، ولحد الآن مفقودة هاي الأشياء. لحد الآن انفقدت هاي الأشياء بسبب مصالحنا الشخصية، طمعنا، حقدنا، كراهيتنا، أنانيتنا، حسدنا، هاي كل الأشياء. يا جماعة بولس أزيل القناع عن وجوهكم، أرفع الأقنعة، شيلوا هالأقنعة من وجوهكم حتى نشوف رحمة الله وينها، حتى تقدر تخدم وتكمل مسيرتك. أكيد ما طول عليكم، إن شاء الله هذا الإنجيل مع اليوم غدا من يوم الأحد راح نقرأ مرة ثانية وبشرح بالتفصيل حتى نهم إن الأولاد نشاركهم وياهم. أتمنى تكون رحلتكم موفقة اليوم وتكون معكم دائما مهما طردنا. وخلال زيارتنا لدير مار أنطونيوس نطلب من مار أنطونيوس شفاعته وشفاعة كل القديسين يساعدنا في حياتنا اليومية ويساعد عوائلنا وينجي كل إنسان واقع في ضيق يفتح طريقه. وشفاعته هي شفاعة القديسين، نطلبها من الشفاعة لكل إنسان مريض ومحتاج فعلا. فنرفع صلواتنا اليوم بهذا اليوم وبهذا الدير المقدس من أجل رهباننا اللي هنا. الله يكمله معهم ويساعدهم من قدرتهم. من أجلكم أنتم حضرت هنا، من أجل أقاربنا بعيد وقريب حتى الله يحفظهم. آمين. آمين. حشر.